أشتري لك من سوق الوراقين كتاب جمهورية أفلاطون. يا رجل يا رجل، قل جمهورية ولا تقل جمهورية. ماذا تقولين؟ أقول الجمهور والجمهورية، ولا تقل الجمهور والجمهورية. هل فهمت كلامي؟ فهمت. وهل تظنين أنني لا أسمع؟ إذا قابلت غريمي أبا ممتاز وذهبنا معا إلى القاضي فإنني لن أتنازل عن حقي. أعوذ بالله، كيف أتنازل عن حقي؟ يا رجل، نقول نزل فلان عن حقه، ولا نقول تنازل فلان عن حقه. ماذا قلت؟ قل لن أنزل عن حقي، ولا تقل لن أتنازل عن حقي. هل تعرف لماذا؟ لماذا؟ يا رجل يا رجل، افهم كلامي. نقول نزل فلان عن حقه، ولا نقول تنازل فلان عن حقه، لأن كلمة تنازل لها معنى آخر. تنازل البطلان، أي تلاقيا وتبارزا في ساحة القتال. هل سمعتني؟ سمعتك. وهل أنا أصم؟ إنك تنصحينني بأن أتحاشى الاصطدام بأولئك الجنود الغرباء المرتزقة. يا رجل يا رجل، قل المرتزقة ولا تقل المرتزقة. قل المرتزقة بكسر الزاي. هل كذب علي أن أقضي الأمر في دعوة؟